انبسطت قوي في المحاضره بصراحه، من احلى الايفنتس اللي انا حضرتها في حياتي. يعني مش عارفه، الناس كانت فيري انتراكتيف والاسئله كانت جميله، والمكان اصلا فيري البوزيتيف فايبس بتاعتها والجانب الايجابي بتاعها جميل قوي. مبسوطه قوي. الطفل بيعاني ده عنده ثبات وشخصيه وثقه في النفس وابتسامه دايما تقولي حقيقي. كل ما كان قادر ان يخلق من الضعف قوه هو انسان كبير. هو ده الرساله اللي حاولوا يقولوها لنا في المؤتمر، ودي الرسالة اللي احنا حبيت النهاردة أقولها للشباب. ما تخليش حاجة تبقى أصعب منك. الحقيقة النهاردة كانت نموذج ممتاز ورائع لجميع الشباب والطلبة والطالبات، وحتى احنا أعضاء التدريس. مثال التضحية والإنسان يكون عنده تواضع وكمان عنده إيمان بالله، وكمان هو يفكر إن فعلا مفيش حاجة اسمها المستحيل. الحياة قدامهم طويلة قوي، يعني صعب قوي إن انت تزعل من حاجة عشان مجموعة ولا حاجة صغيرة. بنعمل اللي علينا وما بنزعلش من الحاجات اللي ما بتجيش، عشان في حاجات كتير قوي أحلى منها هتيجي. أنا بحترم فيها إنها خلقت من الضعف قوة، إنها من بدل ما عملت زي الناس اللي تفضل تعيط وتدي نفسها اكتئاب زيادة وإحساس بالصعوبة في الحياة زيادة، لإنسانة خلت موضع إبهار وإعجاب العالم. نتحد مع بعض واحدة واحدة، وادر في عيلة لما حاجة زي كده صعبة بتحصل، بنستخدم السبورت سيستم بتاعنا، ويبقى إيماننا بربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني أولا وأخيرا.